استنتج فريق بحثي مصري دولي خرائط التبادل التجاري بين مصر القديمة وبعض دول العالم، وذلك من خلال المواد المستخدمة في حفظ المومياوات. وفي بيان للفريق البحثي أكد أن البحث نتاج تعاون دولي بين علماء في مجال الكيمياء الحيوية من المركز القومي للبحوث وعلماء مصريات وحفائر من عدة دول. أضاف الفريق البحثي أن المصريين القدماء استخدموا مواد حافظة متباينة لحفظ أجزاء جسم المومياوات المختلفة.